بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. حياكم الله في هذا اللقاء الذي يتجدد بإذن الله تعالى في هذه السلسلة الطيبة المباركة. حديثنا اليوم حديث شوي مختلف، وحديث من الأحاديث المهمة جدا التي يتعامل معها الناس بالشك، وهي يقين نتعامل معه بشك. فكرة هذا اللقاء منذ سنوات كانت، وأنا أقدم هذه المادة على نطاق محدود، لكني أردت الآن أن أقدمها بشكل أكثر اتساعا معكم بإذن الله تعالى. كانت الفكرة بسيطة. في البداية كان في واحد، أو كنت أقدم برنامج عن العلاقات الإنسانية، فكان في فقرة اسمها فيروسات العلاقات، يعني ما هي المشاكل اللي إذا وجدت في أي علاقة تفسدها. كنت أقول الفيروس الأول كذا، الفيروس الثاني كذا، الثالث كذا، الرابع كذا، وهكذا. لما انتهيت في واحد رفع يده، كان طول المحاضرة ساكت، رفع يده قال لي: أبو بدر، في فيروس مرة مهم وأنت ما ذكرته. استغربت، المادة كثير قدمتها ما حد استدرك علي وقرأت فيها كثير، وش هو هالفايروس؟ قال: فايروس أهم من هذا كله، فايروس فتاك، فايروس يقضي على العلاقة بين الزوج وزوجته وبين الأحبة والإخوة والمؤمنين. فقلت له: إيش الفايروس هذا؟ قال لي: الشيطان. الصراحة إن صدمني مرة، يعني فعلا ما عمري فكرت من هذه الزاوية، وكيف أنا كل هذه السنوات اللي أقدم فيها المادة كنت غافل عن هذا الشيء، وعشرات بل مئات بل ألوف الذين استمعوا إلي ما حد استدرك أيضا علي. هل هي حقيقة غائبة ويقين نشك فيه؟ يعني فعلا الشيطان له أثر في علاقته، في إفساد علاقتنا في بعضنا البعض. فبدأت أبحث في هذا الموضوع، واكتشفت مدى غفلتي وجهلي في هذا الموضوع بشكل كبير جدا جدا جدا. أحببت في هذا اللقاء أن أقدم محاضرة بعنوان عدو النجاح الحقيقي. هذا العنوان عندما كنت أطرحه كانت كلمة الحقيقي صفة، فبعضهم ينسبها إلى كلمة عدو وبعضهم ينسبها إلى كلمة نجاح، وكلاهما صحيح. فإذا قلنا عدو النجاح الحقيقي ووصفنا أن الشيطان هو العدو الحقيقي للنجاح فهذا صحيح، وإذا قلنا عدو النجاح الحقيقي وجعلنا كلمة الحقيقي وصف للنجاح فهذا أيضا صحيح، فإن بعض النجاحات الدنيوية الشيطان ليس عدو بل يعينك فيها، الدنيوية اللي فيها معصية لله سبحانه وتعالى هذا إذا افترضنا تسمى نجاح يعني. طيب خلونا نشوف الآن ونستعرض يعني مدى هذه العداوة، وكيف إحنا نتعامل معها، وكيف إحنا تكون هي جزء من مشروعنا في الحياة. مشروعنا في الحياة هي أن نفشل مشروعه هو في الحياة. خلونا مع بعض بإذن الله تعالى ندخل إلى هذه المادة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويوفقنا ويسددنا وإياكم يا رب العالمين. خلونا نبدأ. البداية كانت في هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة بمعنى قوم يخلف بعضهم بعضا، وقرن بعد قرن، جيل بعد جيل، يعني خليفة يتخالفون. طيب الملائكة ردت قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. طبعا في أقوال كثيرة عند المفسرين لهذه الآية، مثلا قالوا أن الملائكة عرفت ب يعني علمها النوراني أن هذه الخلقة الآدمية سيكون من شأنها الإفساد، وهذا ذكره ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره. وقال بعضهم لا، أن الملائكة قاست آدم والبشر بالجن، وأن الجن كانوا في الأرض قبل ذلك وأفسدوا وسفكوا الدماء وكان فيهم طيش ويعني وسفة.
ثم قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله عز وجل قال: إني أعلم ما لا تعلمون. طيب خلونا نشوف الآن. طبعا كل رحلتنا، شوفوا، بما أن الحديث عن الجن غيبيات، الحديث عن الجن غيبيات، فالقاعدة هنا أن الغيب لا نستطيع أن نصل إليه إلا بجسر من الوحي، ما نستطيع. والغيب نوعين: غيب مجمل ممكن العقل يدركه، يدرك أن ثمة العقل، ثمة آخرة، أو ثمة حساب، ثمة عقاب، لكن لا يدرك التفاصيل. ثمة عقاب أو حساب بس ما يدري كيف التفاصيل. التفاصيل نأخذها من الوحي، من قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله. فالآن هذه الرحلة رحلة عن الغيبيات، عن جن أشياء غير محسوسة، لا نستطيع أن نتحدث عنها إلا بنور من الوحي. الحديث عن الغيب، وهذه من القواعد المهمة جدا. العلم بلا إيمان هذا إلحاد، يؤول إلى الإلحاد. والإيمان بلا علم يقود إلى البدعة، إلى البدعة. والغيب بلا وحي يوصلنا إلى الخرافة. يبدأ الواحد في خرافات، يبدأ يتكلم عن خرافات وأشياء لم تثبت. فرحلتنا ستكون إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني بما صح وبما قيل في شأن هذا الموضوع من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء أن يتركه. يعني قيل 40 سنة خلقه الله عز وجل من طين، ومكث 40 سنة دون أن ينفخ فيه. فجعل إبليس، شوفوا العداوة من وين، يعني مباشرة بدأ إبليس يعني يطوف وينظر ويدور ويروح ويجي، لأن سبب له مشكلة وجود آدم. يعني الملائكة أصلاً سألت الله عز وجل: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ إبليس جاء وبدأ يدور يشوف. إبليس كان مقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبدأ وشاف هذا، بدأت الغيرة تجي والتوجس، وصار يطوف به ويضربه من الداخل، ويسمع أنه أجوف، وعرف أنه خلق لا يتمالك، يعني ممكن يطيح، ممكن يكون ضعيف. وقيل في بعض الروايات أنه كان يدخل من فمه أو أنفه، نعم، من فمه ويخرج من دبره، والعكس، يدخل من دبره ويخرج من أنفه، وعرف أنه أجوف وأنه لن يتمالك، وأن هذا المدخل وهذا المدخل هو مداخل ضعفه، اللي هو الفم واللسان والفرج. هذه العداوة بدأت منذ أن وقعت عين إبليس على آدم، يعني ما بعد صار شيء. بعد ذلك خلونا نتكلم عن بداية نهاية إبليس المقرب، وبداية نهاية وجود أبونا آدم في الجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء، أبغاك تتخيل المشهد، أطت السماء، في صوت طق 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 كذا، وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع. ودي تتخيل السماء هذه اللي أنت قاعد تشوفها، ولا أنا أشوفها، ترفع رأسك وتشوفها الضخامة الكبيرة جدا 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 جدا. هذه السماء الكبيرة جدا ما فيها موضع 4 أصابع إلا عليه ملك ساجد ويعبد الله سبحانه وتعالى. شوف هذا العدد الضخم من الملائكة. ودي تثبت هذه الصورة، هذا المشهد، وتخليه معك، نستحضره في رحلتنا على الأقل في الشرائح القادمة القليلة. إذن السماء ملأة بالملائكة ومثقلة بالملائكة، وكلهم لا يعصون الله ما أمرهم، كلهم ساجد، كلهم يسبح الله سبحانه وتعالى. هذا مشهد الآن، هذا مشهد. الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله: قل هو نبأ عظيم. قرآن، أنتم عنهم معرضون، يعني القرآن واللي في القرآن الناس معرضة عنه، ما كان
لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يعني ما أدري، أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري إن في الملأ الأعلى كان فيش أحد يختصم. قل هو نبأ عظيم، القرآن هذا نبأ عظيم، أنتم عنه معرضون، الناس لاهية غافلة عن هذا الموضوع. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. صارت مشكلة في الملأ الأعلى ما أحد يدري عنها، القرآن الوحي الله سبحانه وتعالى أنبأنا بذلك. طيب ما هو هذا الحدث؟ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. الآن أخبرهم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الملائكة مباشرة لما استمعوا إلى الأمر نفذوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. لاحظ هذا، لاحظ التأكيد في اللغة، التأكيد في القرآن، سجد الملائكة كلهم، كلهم أجمعون. هذا اللي ما في السماء، اللي ما في أربع أصابع، موضع أربع أصابع إلا في ملك، كل هذه الأشياء، كل هذه الملائكة، كل هذه الأعداد، كل يعني هذه الجباه ساجدة إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. لكن تتخيل مشهد الجميع ساجد إلا واحد واقف، وش هالشخصية؟ وش هالكبر؟ وش هالسوء؟ وش هالشر اللي في داخله؟ إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. الله سبحانه وتعالى يسأله، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ الله يقول له أنا خلقت آدم بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ لاحظوا كيف الرد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. سبحان الله، سبب الاعتراض يعني أشد من الاعتراض وأقبح وأسوأ منه. أول عنصري عرفته البشرية أو التاريخ هو إبليس، أنا خير منه، أنا أحسن، هذه عنصرية. أي واحد عنصري، شوفون أي واحد يزكي نفسه وعنصري إنما هو يسير خلف سلوك إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب خلنا نفترض أن قياسك هذا صحيح وأنك أنت أفضل منه، لكن الذي فضله عليك أن الله خلقه بيده. تبغاها بالعقل؟ بالعقل، ها تبغاها بالعقل، ترى هو أشرف منك لأن الله خلقه بيده فهو أفضل منك. إذا تبغاها تريدها بالعقل هو أفضل منك. طيب الآية الثانية، الآية الثانية قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. شو الفرق بينهم؟ الأولى الله أجاب عليه بإجابة عقلية، أني أنا خالق بيدي. الثاني إجابة نقلية، هناك نص، هناك نص يجب أن تطيعه بغض النظر عن عقلك. الآن يقدم النقل هنا عن العقل. الله أمرك استجب، هو أفضل، أنت أفضل، الله أمرك، انتهينا، استجب. كل من يقدم عقله على القرآن أو على النقل إنما هو يستخدم استراتيجيات إبليس في التعامل مع القضايا. ابن عباس يقول كانت الطاعة أولى بإبليس من القياس فعصى ربه، وهو أول من قاس برأيه. والقياس عادة في مخالفة النص خلاص أمر مردود لا يمكن تقبله. تبين لنا هذه الآية أن أول عنصر إبليس، أول من قاس قياس فاسد خاطئ هو إبليس كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، وأول وابن عباس أيضا، وأول عنصر إبليس، أول من عصى الله إبليس، أول من استكبر، أول من حسد، أول أولويات ولكنها أولويات في القاع. إذن لاحظوا الآن كيف تكونت العداوة، كيف تكون المشهد. واحد مقرب ثم يجي خلق جديد ثم يؤمرون بالسجود، الجميع يسجد إلا هو واقف ما سجد، استكبر، أبى، عصى. هذه بداية تشكل الحسد والعلاقة والعداوة بين الطرفين.
الله الآن يقول له، بدأ الحوار، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الآن تكونت إشكالية ضخمة. قال: طيب. قال: ربي فأنظرني، اصبر، أمهلني، إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. لاحظ، سبحان الله، إبليس يقسم بالله ويعلم في يوم آخر، وأتباعه وبعض أتباعه الآن لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، فهم أسوأ منه. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الآن بدأ، أعلن هو وأقسم، وأعلن التحدي على آدم. الله مباشرة يخاطب آدم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لاحظ أن كل شيء عندك متاح، كل شيء عندك مباح، كل شيء عندك فسيح في هذا المكان المريح، عندك هالشجرة بس لا تأكل منها بس. فوسوس لهما الشيطان. طيب، تو المشكلة صايرة، تو الحدث صاير، تو تذكير الله عز وجل لك الآن أمرك الله عز وجل فيأتي. شوف قوة عداوة الشيطان، قوة إبليس، خطر إبليس علينا، عداوته، عمق التأثير اللي ممكن يحدث إبليس على الإنسان إذا ما استعان بالله سبحانه وتعالى. فوسوس لهم الشيطان. وساوس الشيطان دائما بتزيين الباطل، هذه من قواعد مهمة جدا. الشيطان دائما وساوسه هو تزيين الباطل بأي طريقة لك، بأي طريقة. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال، شوف الآن كيف يدخل على الإنسان، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. الإنسان عنده حاجتين مهمة جدا في حياته، يحب أنه يملك وما يفقد، ويحب أنه يعيش ويخلد دائما. فهذه من المداخل الضخمة التي يمكن أن يغر بها إبليس بني آدم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. شوف الآن بدأ يحلف ويقسم، وهذا نراه كثيرا، بعض الباعة الذين يكذبون، بعض الناس من الفساق الذين يضلون، بعض الرفقاء السوء الذين يعني يفسدون على الإنسان حياته، تجده يحلف ويدعي أنه ناصح وربما يبكي أمامك، بس أنه في الأخير هذه استراتيجية إبليس. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما. يا جماعة بس خلونا نركز فيها الآن، عصوا الله سبحانه وتعالى، ما هي العقوبة؟ العري. العري عقوبة يا جماعة، العري عقوبة، والملابس والحشمام والستر هذه نعمة من الله عز وجل، لذلك كانت من نعيم الجنة أن كانوا ما يشوفون عورة بعض. هذا العري من أول استراتيجيات إبليس، أول شيء إبليس يريد أن يدخل عليه في إفساد حياة ابن آدم هو العري. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قايل لكم أن الشيطان عدو مبين، لذلك قال في آية أخرى جل جلاله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسى، نسى مباشرة. جاءت التوبة، مباشرة جاءت التوبة. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. ما في إنكار، ما في تبرير، ما في تسويغ، ما في ما في ما في. وإن لم تغفر لنا تبر من حول القوة وترحمنا استعطاف الله سبحانه وتعالى لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا. خلاص، الفرصة اللي كانت، النعيم اللي أنتم فيه الآن، اهبطوا. بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. من هنا بدأت العداوة الحقيقية من الطرف الآخر. في البداية كان طرف إبليس عدو لآدم، آدم ما كان يشعر تجاه إبليس بشيء ابتداء، الآن صار لا، في عداوة حقيقية.
أنت أخرجتني من مكانتي عند الله سبحانه وتعالى يا آدم، هكذا هو يظن إبليس، وإنما الذي أخرجه هو عصيانه واستكباره، وآدم أخرجه إبليس من الجنة وأمره الله أن يتخذه عدو، بدأت العداوة الحقيقية بينهما. إبليس لم يكتفي بهذا، بدأ إعلان الخطط. يعني شوف قوة العدو لما يعلن لك خططه، ما عنده شيء، أنا بعلن خططي وبعلمك شو أسوي، وبعلمك أنك أنت ولا شيء، وبعلمك أني أقدر، وإعلان تحدي. أي كبر هذا، أي حقد، أي شراسة، أي عداوة يحملها الشيطان تجاه الإنسان. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. طبعا شوفوا الطموح عنده، ترى هو ما عنده 10% 20%، لا لا لا، والله إحنا السنة هذه عندنا 30% العملاء، لا لا لا، الجميع، أنا بستحوذ على السوق كله، أنا باخذ الجميع سأغوي. هذا الطموح العالي جدا والتخطيط، وإحنا منشغلين بالدنيا وإبليس وجنده منشغلين فينا، ترى منشغلين بنا، هم إحنا هدفهم، إحنا هدفهم، لكن أحيانا نغفل عن هذا العدو الحقيقي. شوفوا من الخطط اللي يعلنها، يقول الله سبحانه وتعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. أنا بأخذ منهم شيء، بأخذ منهم نصيب مفروض دائم مباشر، بأخذ منهم ولا أضلنهم، أنا بخليه أبعطيه أفكار يفكر غلط، أبزين له الباطل، إذا ما قدرت زين له الباطل أبخليه يترك قليل من الحق، إذا ما قدرت أبخليه يزود في الحق إلى أن يتحول هذا الحق إلى باطل. ولا أمنينهم، يعني أعطي أماني، أجل، أخلي يسوف التوبة، أعطي طول أمل، لا أمني أنهم أمني، حتى أحيانا حتى يعدنا حتى بأشياء سيئة، الفقر، يخوفك بالفقر، يخليك تخاف المخلوق وتخاف في المقابلات الشخصية، ترتجف وتدعو المخلوق وليس الخالق، هذه كلها من الشيطان. ولا آمرنهم فلا يبتكن، قطع كذا يشرح آذان الأنعام، هذا موجود إلى الآن، إلى الآن، سواء عند قريش البحيرة يعني البحيرة اللي كانوا يضعونها ويتقربون بها إلى الشيطان، أو الموجود الآن في وقتنا الحالي في قضية أنه يعني يشوهون الحيوانات ويتقربون بها إلى الله سبحانه، يتقربون بها إلى الشيطان. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. شوف الآن كيف الإنسان يغير بالوشم، بالوصل، بتشويه خلقته، ومحاولة يعني إضافة أشياء، يعني من النحت والنفخ وتغيير حقيقي لخلقة الله. هذا كله من استراتيجيات الشيطان وخططه والتحدي وأفكار اللي أعلنها من البداية أمامنا، من البداية. طيب خلونا نشوف الآن، ثم يقول الله سبحانه وتعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. يعني في الأخير هو إحنا نغتر إذا استجبنا لهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في مشهد آخر، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا أي مكان فيه، ترى الشيطان ما راح تلقاه في البار، ما راح تلقاه في بيت خرب، ما راح تلقاه في مكان سيء، لا لا، نفسك الأمارة بالسوء ماشي، أنت في مكان سيء، لا لا، الشيطان يترصد لأقعدن، لاحظ نون التوكيد واللام، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي مكان فيه خير أنا موجود، أي مكان فيه صلاح لبني آدم أنا موجود، أنا بخربه، أنا بصدهم، أنا بعطلهم، أنا أعيقهم، أنا أحجزهم. هذا إعلان وأعلن من البداية. ثم قال ثم لآتينهم من بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يا أخي شوف يعني كيف بيجيك مع كل مكان، يعني قد ما يقدر يلقى منفذ يبيجي، يجيك مع مدخل النساء، ما تيجي مع النساء، يجيك مدخل المال، ما تيجي مع المال، يجيك مدخل المنصب، ما تيجي المنصب، يجيك مدخل الشهرة، يجيك مدخل الغضب وانت غضبان، يجيك مدخل الغرور والعجب، يجيك مدخل النفاق،
يجيك مدخل الخوف أحيانا، يجيك مدخل الحزن، يجيك مع كل مكان، يجيك مع مدخل الغفلة أحيانا، أنت غافل لا قلت أذكارك، وربما ما يعني ما حصنت نفسك، يجيك مع كل مكان. الآن لاحظ يعني مباشرة، وهذه ذكرناها قبل هذه الآية، ثم نذكرها الآن نؤكد أنه وسوس لهم، ومن قوته أنه استطاع أن يعني أن يخدع آدم. وآدم بصفائه لم يكن ليظن أن ثمة من يحلف بالله ويكذب، وقاسمهما يعني ما يظن، في أحد، ما قد شاف واحد قدامه خبيث، وعايش بين عايش في بيئة ملائكة، عايش في الجنة، فيجي واحد يحلف له بالله ويحلف له كذب، فغره إبليس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله يخاطبنا الآن، الله يذكر لنا قبل قليل أن أبونا نزعت منه نعمة اللباس، وكان ظهور العورة ذنبا وعقوبة، وجزاء، لأنه أذنب وعصى. الآن الله يخاطبنا إحنا، عياله، يقول أنا نزلت لكم لباس ويغطي العورة، وأنزلت لكم ريش اللي هو زينة، ولكن ترى والله أزي من هذا وهذا، لباس التقوى، لباس الحشمة، لباس الأخلاق خير من هذا وهذا، وسمى هذه الأشياء آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم يذكرنا الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. طيب شلون يعني وش اللي صار لهم؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أيضا من التحديات والصعوبة وخطورة هذا العدو أنه يشوفنا إحنا ما نشوفه، وبالتالي أنت تحارب شيء لا تراه، لابد أن تتخيله، لابد أن تتصوره، لابد أن تستعد له. هذا عدو بيجيك يمينك ويسارك وفوقك وتحتك ومعلن خططه، وهو قريب وبيقعد في المكان اللي أنت بتروح، أي مكان كويس تراه بيجلس ينتظرك، وبالتالي استحضاره دائم في حياتك، استحضاره وتذكره، وتذكر الله سبحانه وتعالى، وتتحصن بالأذكار، وما تنسى هذه العداوة أبدا. ترى هذا أحد أهم استراتيجيات النجاح التي في ظني ما يذكرها الكثير من الناس إلا عرضا. يجيك أقول لك كلام طويل عن استراتيجيات النجاح، بعدين يقول بإذن الله، يعني بس هذه شوي حقت الله، أو كلام كثير عن أسباب فشل أشياء معينة وسوء العلاقات والتدهور في الحياة، بعدين يقول لك الغفلة والشيطان، شيء صغير كذا، فكأنه يعني تزيين ويعني ونقوش إسلامية، على منتج، صنعه كافر مثلا. طيب، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يعني أخبرك بأن هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. شوفوا التحدي الآن، شوفوا كيف يعلن خططه، لأحتنكن ذريته. والله هذه الآية أني كل ما قريتها يكش جلدي. لأحتنكن ذريته معناها، الحنك، أني أحط الخطام في حنكه هنا زي الدابة، وأمشيه يمين ويسار على كيفي، لأحتنكن ذريته. شوف التأكيد باللام والنون، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فيقول الله عز وجل قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك مزامير واجلب عليهم بخيلك ورجلك. يعني أي مكان تروح فيه أنت بسيارتك برجليك في طاعة الشيطان، أنت هنا تكون في هذه الآية. وشاركهم في الأموال والأولاد. يا الله،
المشاركة هنا في الأموال أن الإنسان أحيانا لا يعرف من وين اكتسب ماله فيكتسب حراما، فهذه مشاركة شيطان، أو لا يعرف أو لا يهتم بما أنفق أمواله، ينفقها في معاصي مثلا، فهذه مشاركة من الشيطان، أو يحرم على نفس الشيء أو يحلل لنفسه شيء، فهذه مشاركة من الشيطان. الإسراف هذا مشاركة من الشيطان، مشاركة، والمسرف هو أخو الشيطان، أخوه. طيب والأموال، وشاركهم في هذه الأموال. طيب والأولاد، وشاركهم في الأولاد. يا ربي وشلون شاركهم في الأولاد؟ أي شيء ما يسمي عليه الإنسان يشارك الشيطان فيه. ولذلك قال كثير من المفسرين، الشيخ ابن عثيمين قال ذلك، قال بذلك الشيخ السعدي وغيره وغيره، أن الإنسان إذا ما سمى في وقت الجماع مع زوجته ربما شاركه الشيطان في زوجته، ما يخليك كل شيء. ثم يقول الله عز وجل وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. طيب أنا إذا خفت أنا زوجتي وكذا، بس ما لك سلطان ترى، بحتنكك ترى، ما لك سلطان إذا كنت من عباد الله. لذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، طالما أنت تستجيب لله عز وجل ترى ما عليك خوف، مع أنت قوي أقوى منه، وأنت ضعيف ومقيد بدون الله سبحانه وتعالى أمام هذا العدو القوي. طيب قوة الشيطان من وين تجي؟ خلونا نشوف الآن، نتكلم عن قوة الشيطان. يعني فعلا قوة الشيطان قوي؟ إيه قوي يا جماعة، قوي. لا تنسوا مشهد الجميع يسجد له وكذا، شوفوا الوقاحة. طيب تعالوا نشوف الآن كيف نعرف قوة الشيطان. لاحظوا قول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكل مرة أنا أتكلم عن هذا الموضوع يجيني أحد يقول لي يا أبو بدر يعني بس ترى الشيطان الله وصف كيده أنه كيد ضعيف، ووصف كيد النساء بالكيد عظيم. يعني لا لا لا، الشيطان كيد عظيم جدا يا جماعة، جدا. ولكن في هذه الآية يقول الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، نعم، ولكنك بدون عون الله سبحانه وتعالى، بدون عون الله سبحانه وتعالى أضعف منه. أنت ولا شيء بدون الله سبحانه وتعالى. إذا بتترك الذكر والتحصين والفرائض، استحضار الله سبحانه وتعالى ومعية الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته، فأنت ضعيف جدا 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 أمامه. خليني أعطيك بعض الأدلة، أدلة ليست عقلية، بجيبك أدلة من العقل ومن النقل. خلونا نشوف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. طبعا هو يجلس على عرشه على الماء كل يوم كل يوم. شوف التخطيط، أنا شوف استراتيجيات، أعلن خطته، أعلن هدفه أنه بيغوي الناس جميعها كلها، ما عنده 10% ولا 20، الجميع الجميع. ثم أعلن خططه، الآن يعلن استراتيجيات. وشوف شلون، يعني شوف كيف التنفيذ. عنده مؤتمر يومي يجتمع بفريق العمل ويقول لهم تعالوا وش سويتوا؟ إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، أي جنودا للفتنة، فأدناهم أي أقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة. أنت ايش سويت؟ أنا سويت شيء كبير. أو أنت كويس، تعال. ويجي أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما صنعت شيء غيره. شوف كيف يتعامل مع فريق العمل. ثم يجي أحدهم ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. شوف، أنت خربت أسرة؟ لا، أنت شيء كبير. قال فيدنيه منه ويمدحه فيقول نعم أنت، وفي رواية فيلتزمه ويحتضنه. شوف كيف التحفيز عنده، وشوف كيف يعرف أن إفساد الأسرة، إفساد امرأة عن زوجها، شتت أسرة، والمرأة هذه تروح لوحدها والرجل يروح لوحده، كيف يكون هذا إفساد للبشرية كلها إذا صارت عملية متوالية. طيب الآن هو يفرح بإفساد، يعني أي مشروع عنده ناجح يعتبر ناجح كل ما زادت يعني فتنة هذا الشيء. خلونا نشوف الآن آية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان. لا إله إلا الله يا جماعة،
قبل شوي آمنا بالله، فرق بين زوج وزوجته، واحد واحد ما يخالف. الآن الشيطان أضل قوم كامل، يعني قبيلة عاد كلها زين لهم الشيطان وأعمالهم، فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. يعني وزين لهم الشيطان أعمالهم. الشيطان تخيلته، يعني إن قوم عاد وقوم ثمود، قبيلتين ضخمة باللي فيها أضلهم الشيطان، مو أنا ولا أنت. لا نستهين يا جماعة، والله العظيم إن أجلس مع كثير من الناس كثير منها مستهينة، ولما تتكلم أنت معها عن الشيطان ودوره في علاقته مع شخص، ولا في فشله في مشروع، ولا في فشله في دراسته، ولا في خوفه من مثلا من عمل معين، أقدم يقول لك أنا خايف متوتر، ولا في علاقته مع زوجته ولا أبنائه، ولا فساد في تربية، ولا تقول للشيطان، يقول يا أخي بلا دروشة. هذا الشيطان لا صادق، يعني صادق صادق، إيش اللي صادق؟ يا انتبه، المسألة مو سهلة. بتحسبون ما يقدر عليك؟ يا أخي قدر على أمم بل أشد من ذلك. الله يقول سبحانه وتعالى، سبحانه، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أمم، واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثة، فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. أمم، لا ما قلنا واحدة ولا ثنتين، ثلاث أربع أمم، لا شخص ولا شخصين. وبالتالي اسأل الله عز وجل دائما أن يحفظك، استعذ بالله دائما من الشيطان في كل لحظة. شوفوا شيباننا، شيباننا كيف عيش، يقول لك يلتفت بسم الله بسم الله، يقوم بسم الله، يجلس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وتخيل المشهد ان الشيطان يمينه، قبل شوي يقول الشيطان ياتيهم عن يمينه وعن شماله وامامه ومن خلفه ومن فوقه، وكل مره يقول بسم الله كانه يضرب طع 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 في كل لحظه، في قومه جلسه صوت يسمع صوت، كلش بسم الله. كل انت قوي ولكن مع الله سبحانه وتعالى. اعظم من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. هذا يوم القيامة، الناس مجتمعة والحشر والدنيا وينتظرون العقاب، وكل واحد ما يدري ايش يسوي، يا ربي ايش بيصير. فالله ينادي الآن، الناس تنصت، يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار. فيقول آدم وما بعث النار؟ ما يدري. فيقول من كل 1999. تخيل، من كل 1000 شخص من عيال آدم 999 يروحون النار. هذه نتيجة المعركة، ترى هذا المشهد النهائي. 1000 واحد من أتباع وأبناء وأنصار آدم يهزمون، يهزم منهم 999 ويفوز عليهم إبليس. شيء صعب يا جماعة، شيء صعب أن يدخل من 1000 واحد، ترى واحد. يا من تقول أن إبليس ترى يعني ضعيف، أي ضعيف، لكن إذا أنت مع الله سبحانه وتعالى هو ضعيف. ما للسلطان علي، أي ما للسلطان إذا أنت من عباد الله سبحانه وتعالى. ولا والله يركبك ويركبني ويحتنكنا ويضلنا ويمنينا ويزين ويدخل في عقولنا ويخرب ذاكرتنا ويوسوس، شيء مذهل في تعامله مع الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعنده يشيب، يعني لما يسمعون هذا الكلام من كل 1000 يدخل 999 النار، فعنده يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. رواه البخاري. المسألة ليست سهلة، ليست سهلة، مسألة فيها تحدي كبير جدا في التعامل مع هذا العدو الغائب في أذهاننا الحاضر في حياتنا. واذكر، لاحظ الآن، خلنا نقول قبل شوي أن فعلا أمم كاملة أضلها، أمتين لا، أمم أضلها، ثم شفنا المشهد النهائي كل 1000 يدخل 999. لا ترى حتى في حياة الصالحين والعظماء والأنبياء الشيطان كان حاضر. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان كان حاضر في حياة نبي. وشلون حياتي وحياتك؟ استغرب أحيانا بعض الناس يعني يظن أن هذا الشياطين موجودين في أماكن النجاسات. نعم موجودين، لكن أيضا موجودين في بيتي وبيتك، موجودين حوالي وحولك، موجود الآن الآن موجود جنبي وجنبك، وإحنا نتكلم عن هذا الموضوع. لازم تستحضر هذه العداوة،
لازم تستحضر هذا الوجود عشان تتعامل معه بوعي، تتعامل معه بطريقة صحيحة، تتعامل معه بجدية، تتعامل معه كما يتعامل هو معك، كما يتعامل معك. هذا نبي وموجود في حياته شيطان. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما قالت، شوف مباشرة جاها مولود، ما طلبت الله يوفقها وينجحها ويجيها زوج وتتوظف وظيفة زينة، لا 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 لا، على طول أهم شيء الشيطان ما يجيها ولا ذريتها، أهم هذه القضية الكبرى عندنا، هذه القضية الكبرى الغاضبة، أهم شيء الشيطان، بس أهم شيء الشيطان. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. الشيطان حاضر في رحلة نبي، الشيطان حاضر ونساهم، الشيطان حاضر نبي وليس أنا ولا أنت. ودخل المدينة على حين غفلة، الشيطان حضر عند موسى ومع موسى، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. إذن في شيطان ليس معي ومعك فقط. في قصة يوسف قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الشيطان حضر في أول القصة وفي نهاية القصة بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. القصة كلها بداية ونهاية شيطان. الشيطان اقتحم عائلة وأسرة نبي وأفسد حياة أبناء نبي، أفسدها شيطان، مو لا عيالي ولا عيالك ولا عيال نبي. نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني ما في نبي ولا رسول اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرسل 315 والأنبياء 126 ألف. شوف هذا العدد الضخم، ما في واحد منهم إذا قرأ أو تلا أو قال للناس شيئا إلا وأدخل الشيطان وألقى الشيطان في بعض حديثه ما يجعل الناس تفهم خطأ، ولكن الله حكيم سبحانه وتعالى. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. الله يبعد هذا الشيء يحكم آياته. طيب ليش يا ربي يصير هالشيء؟ والله عليم حكيم، عليم بوجود هذا الشيء وحكيم بإيجاد هذا الشيء. ليش؟ لأن الآية بعدها الله عز وجل قال في بعد هذه الآية علمنا ليش هو حكيم بهذا الفعل، قال ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. هو بس يختبر. الشيطان موجود وحاضر في حياة كل نبي. نبينا عليه الصلاة والسلام كان يصلي ذات مرة فطلع عليه جان يريد أن يقطع عليه صلاته. شوف هذا في الصحيحين متفق عليه. فمكن الله النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجان فأمسك به وأراد أن يربط في عمود من أعمدة المسجد حتى يشاهده الناس في الصباح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة سليمان حينما قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فترك الجان وعفى عنه. يعني الجان يتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقطع عليه صلاته، أعظم مخلوق في أعظم أمر، ما مخليه. فبالك أنا وأنت، كم هي الأشياء اللي قطعها علينا في حياتنا وأفسدها ونحن عنه غافلون. نبينا عليه الصلاة والسلام سحر، نبينا عليه الصلاة والسلام سحر. قصة أبو هريرة عجيبة جدا. عندما كان أبو هريرة كان يحرس بيت الصدقة، فجاء اليوم الأول وسمع خشخشة، دخل لقى شيخ كبير داخل بيسرق، مسكه، ثم تعذر الشيخ وقال إن لي صبية صغار وكذا وجاي يأخذ منهم أوكلهم، فتركه، وعده أن لا يعود فتركه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة وأخبره،
قال أمس جاني واحد وكذا وكان بيسرق وتركته شيخ كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك وسيعود، كذبك وسيعود. طيب خلاص، قال لك سيعود النبي، خلاص معناه سيعود. فيأتي، فبدأ أبو هريرة جلس كذا مركز يحتر الشاي بيجي علشان يقول لا لا أنت كذاب يعني. فجأة سمع الصوت جوا، دخل لقاه أيضا يريد أن يسرق من الصدقة. فاعتذر مرة أخرى بصبيته وفقره وحاجته وموافقتهم، فتركه أبو هريرة. فقال، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال: يا رسول الله، قال كذا وكذا، أني عندي عيال وكذا. قال: كذبك وسيعود. أبو هريرة عاد اليوم الثالث شغل مرة ركز، ولأنه ليس بشرا، ليس إنسانا عاديا، ما قدر، ما شافه، ما سمع إلا واحد جوا. دخل أبو هريرة وجد نفس الرجل، مسك به ولم يترك هذه المرة، واعتذر بأن لي صبية. قال: ما أتركك أبدا، ما أتركك. قال: طيب، إذا أخبرتك بآية، آية في كتاب الله، وذكر الآية لسبب، أنا أورد الآن، أورد لكم هذا الحديث لسبب. قال: دعني أعلمك كلمات. الآن هذا اللص يقول لأبو هريرة: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت. قال لي: إذا أويت إلى فراشك، ثم ذكر له الحديث لآية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. رواه البخاري. ليش أجيب هذا الحديث؟ من زاويتين. الزاوية الأولى صحابي ما عرف إنه شيطان. كيف أعرف أنا إن في شياطين؟ قد يكون في شياطين في حياتنا موجودين، ويمكن نشوفهم زي ما شافوا أبو هريرة هذا الذي تشكل. طب ما أقدر أشوفه على هيئتهم، لكن تشكل على هيئة إنسان. صحابي ما أقدر يشوفه، ما أقدر أتعرف عليه، وأعتقد أنه إنسان عادي، ومسكها المرة الأولى، مسكها المرة الثانية وتركها. هذا واحد. اثنين، وهو الأخطر، من خبث الشيطان أنه إذا أراد أن يقنعك بشيء ويزينه لك، أتاك من أحب الأشياء إليك. تحب فلوس، نجيك فلوس. تحب المرأة، نجيك المرأة. ولأن أبو هريرة يحب العلم، جاءه من طريق العلم، قال: خلاص خلني أعطيه شيء يغريه حتى إنه يفكني. وهذه لفتة مهمة جدا في فهم استراتيجيات الشيطان. لذلك كثير من الناس أودى به ما يريده، كان سببا في هلاكه. لذلك لا تسأل الله عز وجل يحقق أمنياتك، اجعل لها قيد. إن كانت خيرا لي، إن كانت خيرا لي دائما. ما تدري أنت، ما تدري من أين يأتيك الخير، ولا من أي شيء يأتيك منه الشر. أيضا من الأشياء اللي مهم جدا الإنسان ما يتركها ويستشعرها في حياته، هي أن الشيطان ممكن يتشكل على هيئة إنسان ويكونوا موجودين في حياتنا، وهذا شيء طبعا الإيمان به ترى مهم، لكن التعامل معه سيكون صعب. يعني مو معقول اني اقول هذا شيطان، هذا لا، هذا انسي، هذا شيطان، لا لا لا. ولكن اخبرك فقط من باب ان ترى المساله صعبه مره، يعني مساله في تحدي كبير جدا. لذلك استعن بالله دائما دائما دائما، تستعين بالله. سواء يعني بعض الناس ما يبدا يسمي الا اذا دخل مكان ظلمه، لانه يستشعر وجود شيطان وجن وكذا. لا لا لا، احيانا حتى اللي قدامك الانس هؤلاء قد لا يكون، يعني قد لا يكون انس، ما بدنا نخبص الروع. لا، هذا مثال حديث أبو هريرة، هذا مثال حقيقي أن 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 الجان تشكل على هيئة إنسان. ولذلك يا أخي اذكر الله دائما وتحصن بأذكارك دائما. حديث آخر عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر في جند من الشيطان. تخيل إبليس جاي ومع جند من الشيطان، معه رايته، في صورة رجل من بني مدلج، في صورة سراقة بن مالك. جاءهم بصورة واحد يعرفونه، سراقة بن مالك.
فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من التراب فرمى بها في وجوه المشركين فولوا مدبرين، وأقبل جبريل إلى إبليس. الآن عاد تحدى الآن المعركة الحقيقية. فلما رآه الآن شاف إبليس وكانت يده في يد رجل من المشركين كان ماسكه، ويعني تخيل على هيئة سراقة بن مالك وماسكه، وهذا مصدق يعني هذا الآدمي يحسب أن هذا آدمي. إبليس الآن شاف جبريل، انتزع إبليس يده فولى مدبرا هو وشيعته، يعني هو اللي معه. فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك جار لنا، وين اللي يقول أنا بفزع وأنا بكون معكم؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. بس هو شاف الملائكة، شاف جبريل، خلاص تذكر الملأ الأعلى وتذكر الله وتذكر وعرف الحقيقة. إذن كان موجود عايش بينهم، ما كانوا يعرفونه، ما كانوا يعرفونه. أيضا في حديث آخر، لما اجتمعت قريش بدار الندوة اعترضهم إبليس في صورة شيخ النجدي عليه بت، فلما رأوه لابس كذا ملابس زي البشت أو زي الإزار، فلما رأوه واقفا على الباب قالوا: من الشيخ؟ لاحظوا هو إبليس ترى. قال: شيخ من نجد سمع بالذي أعددتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم رأيا ونصحا. أنا بجي أفزع يعني. طبعا وش دار الندوة؟ اللي هم يريدون أن يجتمعوا ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي اجتمعوا بعدين والنبي صلى الله عليه وسلم خرج ووضع علي رضي الله عنه مكانه، القصة المعروفة. قالوا: أجل فادخل. فدخل معهم، فأشار بعضهم فقال، بدأ الاجتماع: نحبسه في الحديد، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ايش رايكم نحبسه ونغلق عليه الباب حتى يموت؟ فقال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي، والله لئن حبستموه كما تقولون لا يخرجن امره من وراء الباب الى اصحابه، فلاوشكوا ان يثبوا عليكم فينتزعوه من بين ايديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على امركم. يعني يتجمعون وكذا ويكونون ناس مؤيده له وان كانت ليست على دينه ويغلبونكم. ما هذا لكم برأي فانظروا غيره. أشار بعضهم بنفيه من البلاد، فقال الشيخ النجدي: ما هذا لكم برأي؟ طبعا إبليس هذا، ألم تروا إلى حسن حديثي وغلبته على قلوب الرجال؟ يروح هناك بعد يتألف القلوب لا 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 لا، أديروا فيه رأيا غير هذا، فكروا فكروا. حتى أشار أبو جهل برأيه الذي استقر عليه الأمر بأخذ شاب من كل قبيلة فيدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقتلوه جميعا فيتفرق دمه على القبائل. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل، هذا الرأي ولا رأي غيره. فتفرق القوم وهم مجتمعون على هذا. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه اللي هو راوي الحديث أبو سعيد، فقرأ فالتبست عليه القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فالتبست عليه القراءة، التبست على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من صلاته قال: لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي، فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصابع هاتين الإبهام والتي تليه، يعني خنقه خنقه وجاهنا اللعابه، يشعر ببرد لعابه عليه الصلاة والسلام. ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة، فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال فليفعل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا جاء أحد بيقطع القبلة ترد بيدك، فإن أبى ترد مرة ثانية أبى فقاتله فإنه شيطان، يبغى يقطع عليك قبلتك، مو مخليك مو مخليك. بل أبعد من ذلك، في 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 تغلغل الشيطان في حياة الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، يعني مو بس على يمينك ويسارك وفوقك وتحتك وعلى الصراط المستقيم ينتظرك وعايش في حياتك فرق بينك وبين زوجتك، لا 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 لا، في الدم، في الدم يجري في من ابن آدم مجرى الدم، وكأنه معك في كل لحظة في جسدك في كل مكان. فتحصن وتقوى بالله عز وجل عليه. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الشياطين يقول: احنا جينا للسماء ولقيناها فيها شيء، في شيء متغير، صار في حرس شديد وشهب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الآن ما عاد هو زي أول، ومع ذلك ما زالوا يسترقون السمع حكمة من الله عز وجل، ليفتن الله عز وجل بأمثال ما يقولونه قلوب الكثير من الناس التي في قلوبها مرض، نسأل الله عز وجل أن لا نكون منهم.
لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر من أمر السماء، قضية السماء. الملائكة تنزل لتبلغ الأمر الذي قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، تسمع اللي يقولونه الملائكة، فتوحيه إلى الكهان، تقول للكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. يعني واحدة صح ومية كذب، والناس يصدقون 100 لما الواحدة منها صح، فيصدقون 99 الباقية. وهذا أيضا من البلاء الذي يبتليه الله عز وجل للإنسان. استراتيجيات الشيطان، الشيطان كيف يتعامل؟ ما هي استراتيجيات؟ خلونا نتكلم فيها على عجل بإذن الله تعالى، ولا أريد أن أطيل عليكم، أظني قد فعلت. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان ما يجيك مرة واحدة، ما يجيك دفعة واحدة، ما يكبر اللقمة عليك فترفضها ولا يدخلها فيك، ما يعطيك البعير كامل، لا، هو يجزئ الشيء لك ويجعل الشيء خطوات. إذا أنت سويتها واحدة ترى اللي بعدها تجرك على اللي بعدها على اللي بعدها على اللي بعدها، ثم تجد نفسك في مكان لم تكن تريد أن تكون فيه. وهذه من استراتيجيات الشيطان التي أحيانا تكون، يعني مش أحيانا، هي خفية جدا 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 على الإنسان. أعطيكم مثال بسيط. الآن لو قلنا أن في عندنا 100 حبة قهوة، 100 حبة قهوة، والقهوة رقم واحد سودة مرة 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 محروقة، وكل مرة كل رقم ننقص درجة في درجة نقول حمستها أو احتراقها، ف99 أقل منها، 98 أقل منها، 97 أقل، إلى أن نصل إلى رقم واحد. الذي يحدث هو التالي: أن رقم 90 مثلا لونها مختلف تماما تماما عن رقم 7. 90 مختلف تماما عن رقم 7. 7 مرة فاتحة، و90 مرة غامقة. طيب الآن لو قلنا الفرق بين 90 و7 بنقول لا واضح، مرة واضح، لأن في أرقام بينهم كثيرة. لكن طيب السبعة، وبين السبعة والثمانية، لا ما في فرق. طيب 8 و9 ما في فرق، 9 و10 ما في فرق، 20 و21 ما في فرق، إلى أن نصل إلى 87 و88 ما في فرق، 89 و90 ما في فرق. فلما نمشي بهذه المتوالية لن نشعر بالفرق، لن نشعر بالفرق. لكن لما نشعر، لما ننظر إليها من هناك من 97، لا بنشوف في فرق كبير جدا جدا جدا. لماذا أذكر هذا الكلام؟ أذكر هذا الكلام لأن الإنسان أحيانا لما يجي يقارن بين حياته الآن وحياته قبل، بين قيمه الآن وقيم أبوه، مو بشايف فرق كبير ترى. قيمه وقيم اللي قبله، قيمه وقيم الناس اللي قبل 50 سنة 60 سنة، يمكن ما يشوف فروقات كثيرة. لا، ليش أنت تشوف؟ ليش يكون مرجعيتك عصرك اللي أنت عايش فيه؟ لا، خل مرجعيتك المرجعية الحقيقية. ارجع الرقم واحد، ارجع هناك الرقم 100، رقم 100 عشان تشوف هذه سمرة مرة، سودة مرة، هذه مستوية مرة، وين أنت؟ 7 مرة بعيد. لكن إذا بتقيس 7 مع 8 و8 مع 9 ما راح تشوف الفرق. الشيطان بهذه الطريقة خطواته هو ما يشعرك ب، وما يقول لك اكفر، لا ابدا. هو ما في شيء اسمه، ما في يترك الصلاه، ما في، لا. ويجي مثلا 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 يجي يقول لك في مقطع افتحها، في هاشتاجات سيئه افتحها، وتجي انت تفتح، وبعدين في كذا حساب فيه يعني اباحيه، وتقول يا اخي ما يجوز، اعوذ بالله العالم دي، ما تخاف الله العالم، ما تخاف. بعدين يقول لك يا اخي الحكم على الشيء فرع عن التصور، ادخل شوف يا اخي، ادخل بس شوف يا اخي، شوف يا اخي، احمد ربك، ادخل عشان تحمد ربك، ادخل عشان تحذر غيرك. طيب والله انك صادق، ادخل. دخلت الان، اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله، بعدين فتنت، استثيرت شهوتك. الساعه الان 2 في الليل، بكره عندك مدرسه ولا عندك جامعه ولا عندك وظيفه ايا كان، وممكن مارس الإنسان عادة سرية مثلا، شوف كذا تمشي كذا، مارس عادة سرية، نام، بعد النوم قام متأخر، وأبوه يضرب بوري، ويا الله نمشي ولا السواق، ولا وعنده طابور وخايف من المدير وحالته حالة وتوتر، وراح يا طويل العمر وما اغتسل،
ما صلى الفجر طبعا لانه قايم مصيف اصلا متاخر، ولا يمدي يسبح، يخاف يسبح ينحرج قدامه هذا، عاد الشيطان يضبطها لك. وبعدين راح المدرسه، وبعدين ما صلى الفجر وعلى جنابه، وبعدين راح يا طويل العمر وعندهم حصه قران وقرا ومس المصحف وهو على جنابه، وراحوا أذن الظهر، راح صلى الظهر لا وتسنن بعد لأنه يخاف مثلا عندهم شديد واحد ولا مدري، وتسنن الظهر وصلى الظهر يعني بعدين جاء قال يا أخي ترى ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة من تركها فقد كفر، وكفرت أنا أصلا منافق، أنا أصلا كذا، ودخل في دوامة طويلة عريضة، يمكن أنه ما عاد يصلي ولا يكفر ولا يقنط ولا، والفكرة كانت تدخل الحكم على الشيء فرع عن التصور. بهذه الطريقة، هذه استراتيجيات الشيطان، قضية الخطوات الشيطان. طيب ما هي طريقتي أنا في ردي؟ أقطع الخطوة الأولى، الخطوة الأولى هذه مباشرة أتوقف عنها لأنها تجيب اللي بعدها، خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة. إذا كل خطوة، كل خطوة المفترض أنك إذا تجاوزتها لا أبدأ من جديد وارجع، توب وارجع، توب وارجع. لا تقول لا خربانة خربانة. الفرق ترى بين آدم وإبليس، الفرق بينهم في البداية هو هذه الخطوة، هو بعد تجاوز الخطوة ما هو القرار. فإبليس أخطأ فاستكبر، فاستكبر، وآدم أخطأ فاستغفر. يعني كلاهما عنده خطوة واحدة قدام، بس واحد سوى قرار واحد سوى قرار. أنت الآن إذا أخطيت خلاص لا 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 تقنط ولا تستكبر ولا يعني تسوغ لنفسك وتكمل، لا لا أخطيت خلاص ارجع وتوب وارجع من أول، ولن تمل حتى ولن يمل الله عز وجل حتى تمل من التوبة. طيب الله يقول سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الآن هذه من استراتيجيات الشيطان، يعدك الفقر ويروعك ويضيق صدرك على المستقبل ويبخلك ويخليك ما تدفع، ما تصدق عشان الفقر، تقتل أبنائك عشان الفقر، تغش أحيانا عشان الفقر، تغش في السلع عشان الفقر، تزور وقت دخولك وخروجك عشان ما يحسمون منك عشان الفقر، وتسيء الظن بالله وتبخل يعني بسوء الظن وخشية الفقر وما إلى ذلك، هذا كله من الشيطان. أيضا يقول عز وجل إنما ذلكم الشيطان ويخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أيضا الخوف من الشيطان أحد استراتيجيات الشيطان، أنه يخوفك، يخوف من المستقبل، يخوفك من الناس، يخوفك من قول الحق، يخوفك من إنكار المنكر، يخوفك أن الناس يزعلون عليك، يخوفك أنك تثبت على مبادئك فينبذك الناس، يخوفك أن تقول الصدق فتخسر، يخوفك، يخوفك. هذه من استراتيجياته. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه من استراتيجيات الشيطان، أنك تكون عدو لصديقك. ليش؟ لأن الشيطان قوي جدا وأنت ضعيف جدا لوحدك، أنت قوي بربك ومع غيرك من المسلمين والمؤمنين اللي يعينونك، أما إذا تفرد بك فهو يسحقك يعني يؤذيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الوحدة، يقول الراكب في السفر شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، يعني لا تصير، ينهانا عن الوحدة لأن الوحدة مظنت أنه يضلك، يضلك إبليس والدنيا ونفسي والهوى، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، عندك نفس أمارة بالسوء وعندك دنيا وعندك هوى وعندك إبليس، فأنت ضعيف لوحدك، قوي بغيرك من أصدقائك اللي فيهم خير. ولذلك هو يريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، أهم شيء عند هذا الشيء حتى يفسد حياتك. طيب يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق رب، من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. متفق عليه. أيضا الشيطان من استراتيجياته أن يلخبط عليك حتى طريقتك في التفكير ويؤذيك ويجعلك تسأل أسئلة ليس لها يعني فائدة، ويجعلك تشك، ويجعلك تحاول طحن الطحين، ويجعلك تحاول أن تصل إلى ما لا يمكن الوصول إليه، وبالتالي مباشرة هذا التسلسل الفكري تستطيع أنك تغلقه من خلال الاستعاذة. لما نجي نقول للناس مثلا في بعض الوساوس
وساوس الافكار اللامنتهيه هذه، وتقول له الشيطان يقول لك يا ابن الحلال انا ابغى استراتيجيه، اكتب اسوي افعل اتنفس. يا ابن الحلال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديثه الصادق المصدوق عليه الصلاه والسلام قال لك استعذ بالله وانتهي وفكر في اشياء ثانيه، لكن الخطوه الاولى انك تستعيذ بالله، الخطوه الاولى انك تعرف ان هذا من الاعيب الشيطان. تزيين الشيطان للباطل أمر عجيب جدا في استراتيجيته. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. خلاص عنده تزيين الباطل، هذا عنده أحد أكبر استراتيجياته. الله يقول سبحانه وتعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. لاحظ أنه زين لهم الشيطان أعمالهم، ولما يزين أعمالهم صدهم عن سبيل الله. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. أمم كاملة يزين لها. إذن أحد أهم استراتيجيات التزيين الباطل. إن الشيطان يضع عرشه على الماء، هذه من الأحاديث المهمة جدا، ثم يرسل سراياه إلى بني آدم يضلونهم ويفتنونهم، ذكرنا هذا قبل ذلك لكن أضيف الآن في هذه الرواية، يقول ماذا فعلت؟ فيقول له هذا الآن لما ذكرنا فريق العمل، يجي يقول له ما تركته حتى زنى. لاحظوا حتى زنى، طيب بعد ما زنى تركتها. لذلك كثير من الناس بعد ما يقع في الإشكال ينتبه، غادر الشيطان، حضر القلب، حضر العقل، ويحدث الندم. لاحظ ما تركته حتى زنى. لذلك لما عملوا مقابلة مع أحد، يعني مع مجموعة دراسة، هي ليست مقابلة، دراسة عن مشاعر الناس اللي ابتلاهم الله عز وجل بالزنا، ودراسة غربية، يعني يقولون له يعني أنت، جمعوا ناس اللي لهم تجارب مع النساء، مع بنات الأندية الليلية وغيرها، فكادوا أن يجمعوا، يعني الدراسة ذكرت أن أكثر من 80% ذكروا أنهم بعد انتهاء يعني شهوته منها يستبشعها. هو قبل لا كان شايفها مرة، بعد ما خلص لا شافها بطريقة ما يستطيع يكمل معها. سألوا النساء نفس الفكرة، النساء قالوا أن نجد أن الرجال يتغيرون في تعاملهم بعد العلاقة الحميمية. طيب لو قرأناها من زاوية هذا الحديث، ربما نقول دعونا نجتهد أن الشيطان هنا زينها حتى زنى بها. يقول فتركته، يقول ما تركته حتى زنى، فلما ذهب الشيطان ذهب معه التزيين، فرآها بحقيقتها، رأى بشاعة المشهد وبشاعة الموقف، بشاعة هذا السلوك، فانتبه وحضر عقله. فهذه من الأشياء اللي مهمة جدا الإنسان أنه يستحضرها في عقله دائما، أن الشيطان يزين له الأشياء. لذلك من الأشياء التي تعينك أنك أول شيء ما تستعجل، خاصة إذا صرت مندفع على شيء، أنك تستخير الله سبحانه وتعالى، أنك تؤجل القرار حتى تدرسه بشكل جيد، وتسأل الله عز وجل دائما اللهم اهدني وسددني. هذه الفقرة هي من أهم الفقرات التي سنتحدث عنها، وهي معارك الشيطان في حياتنا، معارك الشيطان اليومية في حياتنا. خلونا نشوف ما هي معاركنا مع الشيطان. بسم الله. أول شيء مريم مباشرة أول طلب يعني قالته امرأة عمران لما ولدت مريم، إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا أول طلب. طيب ليش يعني هي توها مولودة وخايفة أنها يجيها الشيطان؟ ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان. شوف المعركة من البداية، معركة ولادة، نخسه الشيطان. طيب ولد صغير، طيب أفرض أنه ملحد هذا أصلا، يمكن يطلع، ليش توك يعني ليش عاديته مباشرة؟ لا هو عداوة ضخمة مع بني آدم، كل من يذكر بآدم خلاص عداوة ضخمة،
كل واحد يشوفه من بني آدم، كل مولود يولد يدخل داخل الهدف اللي وضعه في خطته الاستراتيجية أنه سيظل العالم كله. ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان من هنا، فيستهل صارخا من نخسة الشيطان. إلا ابن آدم وأمه، ليه؟ ليه مريم وعيسى؟ لأن امرأة فرعون عودتها. إذن عندنا من البداية عندنا معركة الولادة. عندنا معركة أخرى مهمة جدا وهي معركة العلاقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتعريش بينهم، يسوي مشاكل بينهم. إذا مشروع أن إحنا نكره بعض، لازم يكون عندنا مشاريع أن نحب بعض. نحب بعض بمعنى، جاء أحد السلف، أحد من سلف، وأغضبه صديقه، فجاءه معتذرا. يعني تخيل أنا أخطأت عليك وأنت تجي معتذر. فقيل له أنت يعني شلون يعني؟ قال لقد غلبته ثلاثة. قال من؟ قال غلبته وغلبت شيطانه وشيطاني. لاحظ يعني استحضار وجود أن هذا اللي بيني وبينه سببه الشيطان. لازم يكون هذا حاضر في حياتنا، أن الشيطان قال خلاص أنا ما راح يعبدني الناس في جزيرة العرب ويشركون، بس خلاص عندي هدف إذا ثاني، أني أخلي علاقاتهم بين بعض علاقات سيئة وأحرش بينهم. ولذلك خل عندك جزء هدف مضاد، أنك تحسن علاقاتك مع الآخرين وتدعو الناس إلى حسن الخلق من خلال تعاملك ومن خلال تعليم الناس لهذه الأشياء. معركة عند الأكل. عن جابر بن عبد الله سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. تخيلوا، الله يرحم لي والديكم، تخيلوا قبل تدخل بيتك فيه ترى الشياطين قاعدين عند الباب بس يحترونك، ما تسمي، ما تقول الذكر. فإذا ما قلت الذكر دخلوا، ضمنوا النوم عندك الآن، بيدخلون بيتك ترى، قاعد ينتظرونك عند الباب، لا مبيت لكم. طيب، وإذا ذكر الله عند الطعام قالوا لا عشاء، يعني أنت لا مبيت. إذا دخلوا معك، يمكن ما سميت أنت في الدخول فدخلوا معك، بس إذا سميت عند الأكل قالوا لا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت. ضمن أوه تعالوا خلاص أدركنا، دخلت البيت ما ذكرت الله سبحانه وتعالى، دخلوا معك أوه خلاص ضمننا أن إحنا بننام فندق مجاني. فإذا لم يذكر الله عند طعامي قالوا أدركتم المبيت والعشاء. خلاص الآن رجال غافل، لاهي، لا ذكر الله عند دخوله، لا ذكر الله عند العشاء، الله حياكم الله في المبيت وعشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قال سمعت، قال جابر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه. ترى شوفه مو بس دخلت البيت وعندنا كل شيء، كل شيء. يعني ممكن تمسك قلم بتكتب ما تذكر الله، ممكن يجعلك تكتب باطل عند كل شيء من شأنه، حتى يحضره عند طعامه. لاحظ يقول في كل شيء حتى عند طعامه، لدرجة فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما بها من أذى لو طاحت، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. هو قاعد الآن وأي شيء يطيح بيلقطه. فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعام تكون البركة. إذن في معركة بينه وبين عند الأكل، وعند دخلة البيت في معركة، في معركة الأكل أيضا. قال حذيفة رضي الله عنه كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ الرسول. شوف الأدب الآن، نقعد كذا حتى يبدأ الرسول فيضع يده. وإن حضرنا معه مرة، يقول مرة من المرات جاءت جارية كأنها تدفع. يا الله شوف العبارة، جاءت جارية كأنها تدفع، يعني جاية، تخيل جارية بين رجال جالسين، شو اللي جابها يعني؟ شو اللي جابها؟ وبين الأكل بتجي تاكل، يعني لا، ما في هيبة مكان، ما في هيبة ضيوف، كأنها تدفع، في شيء غريب يعني. فذهبت لتضع يدها في الطعام، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدها. أوف المشهد هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يمنع جارية عن الأكل؟ لا، مشهد ترى غير مألوف. النبي صلى الله عليه وسلم الطيب الحبيب الرؤوف الذي يعطي عطاء لا يخشى الفقر، يمنع جارية أنها تاكل؟ لا، في شيء غريب. إذن الغرابة الأولى أنها تدفع، الغرابة الثانية أنها جت تاكل، النبي صلى الله عليه وسلم يمنعها. يقول الراوي ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده. لا، الآن في شيء غريب.
جارية تدفع، أعرابي تدفع، نفس السلوك يمنع هذه ويمنع الأعرابي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. يعني إذا ما ذكرت اسم الله عز وجل عليه أصبح حلال عليه، يعني هو إذا كلهم صحابة ذولا كلهم مسمين، فالشيطان ما قدر يأكل. فماذا فعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها. أنا جاب الجارية، الجارية صغيرة ما بقى إلا بسم الله، عشان يأكل معها. فأخذت بيدها وخرت عشان ما يأكل معها. فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده وخرت يده، والذي نفسي بيده إن يده، يده اللي هو الشيطان، في يدي مع يدها. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، رواه مسلم. جماعة لازم نستحضر هذا الشيء، عيالنا دائما يأكلون جنبنا، لا نحن نسمي ولا نعلمهم يسمون ولا، لا لا لا، لازم نستحضر الأذكار في كل حياتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الشيطان يحضر في حياة ابن آدم، في كل شيء يحضر في شأنه، وبالتالي لابد أن نستحضر هذا الشيء في جميع شؤون حياتنا ونستحضر الذكر. معركة الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراد. طيب أدبر معناها وين كان؟ كان جنبك. فإذا نودي اسمع الأذان ولا وله ضراد حتى لا يسمع التأذين اللي هو الأذان. فإذا قضي النداء أقبل جاك، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، إذا أقيمت الصلاة أو أذن مرة أخرى أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يجي حتى بينك وبين نفسك، اذكر كذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل. لذلك كثير من الناس يقول: والله انا صليت ذكرت في الصلاه، ذكرت في الصلاه. ايه ذكرت في الصلاه؟ شيطان يا جماعه، شيطان جاك. يقول: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. رواه البخاري. ما يدري، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، يعني حتى يصبح، حتى يظل يعني يكون ما يدري ان كم صلى. طيب هذه اشكاليه، ما شوف مو بتاركك حتى في صلاتك، ما راح يتركك. ايضا معارك الصلاه، ما رواه الامام احمد قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثه في قريه لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعه فانما ياكل الذئب القاصيه البعيده. دائما الذئب ياكل الغنمه البعيده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ترى الجماعة تحميك من الشيطان. ما من ثلاثة نفر في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. يعني الجماعة وإقامة الصلاة والأذان مظنة طرد الشيطان، وليس مظنة، هي طرد للشيطان، وبالتالي تمسك بهذه دائما وانتبه لها. من معارك الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شوف سبحان الله، الشيطان مبت أول شيء قبل تصلي هو يحاول أنه يشتتك، إذا صليت يحاول يجيب يقطع بينك وبين صلاتك ويذكرك ويحوسك، ما فاد يجي يحاول يدخل في دبرك وينفخ علشان يشعرك بان لا في انك احدثت، ويشكك ويخليك توسوس، وانا ما طهرت وانا ما ادري وشو، ويفسد عليك صلاتك. مو بتاركك، مو بتاركك. هناك معارك في البيوت ايضا، في البيوت. اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم، يعني جحوا المغرب امسيتوا، كفوا صبيانكم يعني جلسوهم هدوهم، فان الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، فأغلقوا الأبواب، أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. إذا سكرت الباب وذكرت اسم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني أنت ذكرت الله وسكيته الشيطان ما يقدر يفتح. وأوكوا قربكم، يعني اربطوها، واذكروا اسم الله، يعني لو تربطها أي ربطة بسيطة بس ذكرت اسم الله، اسم الله هو الحرز الحقيقي. وخمروا الآنية، حطوا عليها خمار، حطوا عليها أي قماش، أي شيء، أي شيء. وقال بعض العلماء: ولو وضعت عود على الآنية، بس واذكروا اسم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. من معارك الشيطان في بيوتنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:
خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب، اكفتوا صبيانكم عند العشاء، فإن للجن انتشارا وخطفة خطفة، وأطفئوا المصابيح عند الرقاد. المصابيح كانت تشعل بالنار. طيب ليش يا رسول الله؟ فإن الفويسقة الفارة أو ما شابهها شابهها ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. أهل البيت. طيب إيش دخل؟ طيب الفويسقة هذه فارة عادي، يعني ما لها علاقة بالشياطين. لا لا، لها علاقة بالشياطين. حين نشوف حديث آخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة، الفتيلة اللي في المصباح، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، قطعة قماش أو قطعة كان قاعد عليها، فألقت الفتيلة اللي فيها النار فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم أو سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. شوف سبحان الله العظيم، شيء مخيف ونحن عنه غافلون. أيضا من معارك البيت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله تعالى حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. نرجع مرة أخرى أيضا لمعارك البيت. إذا خرج من بيته فقال بسم الله، الآن احنا نتكلم عن الدخلة، خلينا نشوف الخروج الآن. إذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. طيب وبعدين؟ هاي ثلاث أشياء بتصير لك. وتنحى عنه الشيطان، فيقول له شيطان آخر، الحين الشياطين يتكلمون وماشي كذا، يقول شيطان آخر: كيف لك برجل هدي وكفي ووقي؟ طيب ايش معنى هالكلام؟ معنى هالكلام انت طالع في ناس قاعد يحترونك برا، والله شيء غريب. اذا انت مشغول ترى هم فاضين، هذه شغلتهم انت، يعني سبحان الله. ايضا معارك البيت، حديث اؤكد عليه كثيرا: ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شأنه. من معارك ايضا الصلاة في بيوتنا او في المساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل المسجد قال: اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كل هذه من الشيطان. طب انت داخل مسجد، خلاص شيطان مفترض في الدنيا او برا، انت داخل مسجد ما يجيك شيء. لا، انت داخل مسجد استعد اكثر شيء من الشيطان. ايضا من معارك الصلاة هو الالتفات. والالتفات، لما يلتفت الإنسان في الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذه الالتفاتة اليسيرة أو الكبيرة، يمين ويسار، هو اختلاس يختلسه من الشيطان من صلاة العبد. أنت في معركة وأنت واقف يخليك تلفت، وأنت رايح يشغلك، وإذا يشغلك يعني عن يقولك ما أنت بطاهر، وإذا صليت يبدأ يذكرك الأشياء، وانت طالع من بيتك في ناس ينتظرونك، واذا جيت تدخل في ناس ينتظرونك عشان يدخلون معك، وشيء عظيم يعني وجوده في حياتنا بشكل يعني مخيف. يقول ابو هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. سبحان الله. طيب خلونا نتاملها شوي. يعني الشيطان الان اذا جيت اصلي ولخبطني الشيطان، لخبطني وما أدري كم صليت، أسجد سجدتين سهو. يا ربي ليش سجدتين؟ السجدتين، سجدة السهو يسميها العلماء المرغمتان. وش المرغمتان؟ يعني غصب عليك إرغاما وتذكيرا للشيطان اللي نسانا في الصلاة، نذكره بالسجدة التي أخرجته من الجنة وجعلته في مكانة سفلى. المرغمتان، يعني أنت الآن بتخرب علينا صلاتنا، أنا بذكرك السجود اللي أنت ما سجدته، واللي الملائكة كلها سجدت لأبينا. يسميها الملائكة المرغمتان، يعني هذه بهذه،
الشيطان موجود أيضا في هذه المعركة، في هذا المشهد وبقوة. يقول أنس رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم. يقول أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلال الصف كأنها الحذف. لا، أعيد. عن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم ملتفت ويقول للصحابة: إني لأرى الشيطان يدخل من خلل من 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 فجوات وفراغات الصف كأنها الحذف، اللي كأنها صغار الغنم السوداء، صغيرة كذا، كأنها صغيرة كذا، يدخلون الشياطين بين الصحابة، وين؟ وفي مسجد، وين؟ وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فليش إحنا ما نستشعر هذا الشيء؟ نعتقد لا، ما عندنا شياطين ولا، لا، مو بصحيح. من معارك الصلاة أيضا عن أبي العلاء أن عثمان ابن أبي العاص أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، كما في أكثر من رواية له، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. رواه الإمام مسلم. إذن هو يجيك ويحوس عليك صلاتك، ويحاول يلبس عليك ويحوسك، معارك في البيت، معارك في الصلاة، معارك في الأكل. أيضا من المعارك التي بيننا وبينه في معارك سلوكية. فمثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. يعني حاول أنك مو بس يدك وبس، وإنما حاول أنك ما تتثاوب. يعني فإن أحدكم إذا قال ها بهذه الطريقة ضحك الشيطان. رواه البخاري. التثاؤب من الشيطان، لأن التثاؤب مدعاة إلى الكسل، إلى الكسل وإلى الخمول. الله ما يحب الكسل، ما يحب الخمول. لذلك في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. يكره التثاؤب لأن هذا فيه كسل وفيه خمول وفيه مدعاة للعجز والقعود وغير ذلك، وهو من الشيطان، وهو من الشيطان. أيضا معارك السلوك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. سبحان الله، شلون؟ لأن وجود فرش عندك كثيرة، الله المستعان، هذا في بيوتنا، وجود فرش كثيرة في بيتك في غير شيء له فائدة. يعني في شيء لك ولزوجتك، ممكن وتجيب لك واحد ثالث عشان يمكن عندكم ضيف، طيب الرابع ليش؟ هذا الإسراف، هذا إسراف شيطاني. حتى قال بعضهم أن الشيطان ينام في هذه الفرش، وليس بعضهم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرابع للشيطان، الرابع للشيطان. ما بالك اللي عنده خامس وسادس وسابع وما له حاجة فيهم، ومجالس مغلقة وكنبات فاضية وغرف بالكامل لا يوجد فيها أحد. هذه من المشاكل الموجودة أيضا في بيوتاتنا. من معارك السلوك الغضب، استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نطو شيطان، شيطان، غضب شيطان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. شيطان، الغضب شيطان، موجود فيه شيطان. أيضا من معارك السلوك عند سماع نهيق الحمار، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله. اسمع تديك تقول: أسأل الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطانا. رواه البخاري ومسلم. لذلك إحنا يعني الإنسان يطلع البر يسمع، يسمع. فإن كان يعرف هذا الحديث بيعرف أوه هذا، فإنه رأى الشيطان، يبدأ يتعوذ من الشيطان. طيب مو بالضرورة، ترى أنت حياتك يعني وفقا للحديث السابق مليانه ترى من اللي حولك، دائما تعوذ من الشيطان، دائما اذا قمت اذا قعدت تذكر الله، دائما سم، دائما اذكار الصباح المساء. الان المعوذات التي نستعيذ فيها من الشيطان ومن الجن، قل والله واحد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، احنا نقولها يوميا 12 مره. امرنا ندب الينا ان نقولها
أو خلي أعيدها، المعوذات الآن، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، يعني اللي نتعوذ فيها من الشيطان والوساوس وشر الناس وشر الشيطان والجان، احنا نقولها 12 مرة في اليوم، 12 مرة، يعني مرة بعد كل صلاة، وعندك صلاة العشاء وصلاة المغرب وصلاة الفجر 3 مرات لكل واحدة، فأنت قدامها 12 مرة في اليوم، 12 مرة في اليوم في 24 ساعة تتكلم أنت عن أنها يعني حبة كل ساعتين، حبة كل ساعتين، يعني كل ساعتين لازم تقولها، كل ساعتين لازم تقولها. شوف من أهميتها، من أهمية أنك دائما تتحصن بالله سبحانه وتعالى وبالأذكار، حتى لا تتخطفك الشياطين والأخطار. إذا عندنا معركة أخرى أيضا من معارك السلوك، وهي الثياب، في الثياب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. يعني إذا لبست ثوبك وما قلت بسم الله فأنت أمام الشيطان عريان، مجرد ما تلبس وتقول اسم، تذكر اسم الله، اسم الله سبحانه وتعالى، أنت تستر عوراتك عن الجان. إذا أنت عندك أيضا معركة في الثياب، في لبسك وخلعك ونومك ودخلتك وطلعتك وما إلى ذلك. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة في أحد حاضر، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. يعني إذا تدخل الحمام أنت تتعوذ من الشياطين، علشان أيضا ما يطلعون على سوءتك وعورتك. ايضا من معارك السلوك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه ولياخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله وياخذ بشماله ويعطي بشماله. قد يكون الانسان متعود انه ياخذ باليمين، عفوا، يشرب وياكل باليمين، لكن يعطي، ممكن يمد الشيء باليسار، ممكن لا لا لا، حاول انك دائما تعطي دائما باليمين مخالفه لعدوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، يا يلبسهم كلهم يا يخلعهم كلهم، لينعلهما لينعل، صعبة هذه، لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. طيب بعيدها. من معارك السلوك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا خف واحد، إما أن تلبسهم كلها أو تخلعهم كلها. ليش؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. وبالتالي أنت دائما كن حاضر في ذهنك أنك 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 تخالف عدوك. من معارك السلوك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس بين الضحي والظل، وقال مجلس الشيطان، يعني بين الظل والشمس تجلس بينهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا مجلس الشيطان، وبالتالي لا تجلس، يعني خالفه حتى في طريقة جلوسه، وأيضا خالفه في أوقاتي في أوقات نومه ويقظته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني إذا جاء وقت القيلولة يا أخي، يأمرنا، يندب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقيل وأن احنا ننام، فإن الشياطين لا تقيل. هذا جزء من مخالفة هذا العدو. أيضا معارك السلوك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان، أيوة، حتى الشيطان هنا، ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. يعني ممكن الشيطان يجعلك تطلق الشيء، يمكن يجعلك تهوب حديدة، بعدين الشيطان يجعلها تضرب في الآخر. حضور الشيطان في مثل هذه المواقف لا يجب أن يغيب عن أذهاننا. من معارك السلوك كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان فتى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عرس، هذا جاء في صحيح مسلم، حديث عهد بعرس، تزوج، يعني متزوج، سوى متزوج، فخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله، يعني يروح الخندق، معركة الخندق، بس عشان تو عريس، أنصاف النهار يرجع إلى أهله، فاستأذنه يوما فقال له: خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ معك سلاح عشان ما يجونك بني قريظة. فأخذ الفتى سلاحه ثم رجع إلى بيته، فوجد امرأته واقفة أمام حجرتها، زوجته، عروس وغاير عليها، لأنه عربي، لأنه مسلم، لأنه رجل، ولأنه عريس جديد. فوجد امرأته واقفة أمام حجرتها، فدخل البيت فوجد حية عظيمة، طبعا تضايق، وجد حية عظيمة على الفراش، فأهوى إليها بالرمح، طبعا ما سمى، ما ذكر الله، فضربها به بالرمح، ثم خرج من الحجرة، ولكن الحية أسرعت نحوه وأمسكت به، حي راحت وأمسكت به، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى. يعني هو قتلها ومع ذلك جته ومسكته،
فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، فإن بدا لكم أي ظهر بعد ذلك، يعني آذنوه حذروه 3 أيام، إذا وجدتموه في البيت مثلا حذروه 3 أيام مثل هذه الثعابين، فإن بدا لكم يعني ظهر بعد 3 أيام فاقتلوه فإنما هو شيطان. هذه أيضا من الأشياء اللي لازم تستحضرها. من المعارك السلوك معركة النسيان، معركة النسيان. لاحظ ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإما ينسينك الشيطان. هذا واحد، لاحظ في الإنكار أنساه الشيطان وما أنكر وخاض فيما خاضه، فينسيك الشيطان أحيانا الخير وإنكار المنكر. ثم قال في آية أخرى، شوف اقتران دائما النسيان بالشيطان: وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. هنا كان الشيطان سبب في نسيان نفع الآخر، في نفع الآخرين الشيطان ربما ينسيك مصالح الآخرين. وقال الله سبحانه وتعالى: قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. في طلب العلم الشيطان يتدخل لأنه خير وفضيلة، فيحاول أن ينسيك ويمنعك من أن تتذكر ما هو فيه صلاحك. إذن في معركة في قضية النسيان، وكثيرا ما ارتبط النسيان في القرآن بالشيطان وبذكر الله: واذكر ربك، واذكر ربك إذا نسيت. فذكر الله عز وجل مدعاة للتذكر، والغفلة مدعاة لعبث الشيطان بذاكرة الإنسان. معركة السوق، عن سلمان قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. هذا صحيح مسلم، يقول لا تصير أول من يدخل السوق ولا آخر من يطلع منه، ترى هذه معركة للشيطان وينصب رايته في الأسواق. وعن قيس رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فقال: يا معشر التجار، إن الشيطان والإثم يحضران البيع، فشوبوا بيعكم بالصدقة، شوبوا اخلطوه بالصدقة، يتصدقوا لأن عشان ما يصير فيه إثم، والشيطان تدحرون الشيطان بهذا. فالشيطان موجود في البيع والشراء وفي الأسواق. بل أعظم من ذلك، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها، أظهرها لك، زينها لك، أبرزها لك، وبالتالي فتنت والسبب هو الشيطان. معركة النوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. لم يضر الشيطان؟ أي لم يضر الشيطان. طيب، قد يقول قائل: طيب يعني معقولة هالناس اللي العصاة هذول كلهم من المسلمين، كلهم أهلهم ما قالوا بسم الله في عملية الجماع؟ لا، ليس هذا مقصد الحديث، ولكن مقصد الحديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى كما علمنا علماؤنا أنه لا يموت على الكفر، أن المولود هذا الذي سمى والده ووالدته في إنجابه عند إنجابه لا يموت على الكفر. إذن لاحظ أن إذا أتيت أهلك وقلت، لاحظ شوف الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، الحديث ما يجي سطر، في هذا السطر الشيطان ذكر مرتين في عملية الجماع. الشيطان حاضر في معركة النوم. في معركة النوم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب كل عقدة عليك، يقول: عليك ليل طويل فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله، انتبه، ذكر الله، مو استيقظ بس، مو استيقظ تثاوب، ذكر الله، انحلت عقدة. فإذا توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. رواه البخاري ومسلم. في معركة النوم يقول أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. رواه البخاري ومسلم. حتى قبل النوم يجيك، وعند الجماع يجيك، وإذا نمت يجيك حتى في الحلم، يضيق صدرك، بيروعك، وبيتلاعب بك. عن جابر رضي الله عنه قال: الأعرابي جاءه
عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلاعب الشيطان بك في المنام. رواه مسلم. في معركة النوم يقول عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال بال الشيطان في أذنه. أعوذ بالله، يجي في أذنك، يبول في أذنك، ويجي إذا جيت جامع زوجتك، ويجي في راسك قبل لا تنام، ويجي عند راسك قبل لا تنام، ويجي في راسك إذا نمت في الأحلام، ما مخليك. بل أبعد من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ وليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يبقى على خيشومك ويبول في إذنك ويأتي، ما خلاك، ما خلاك. بل أبعد من ذلك، أيضا يأتيك الشيطان حتى عند الموت، حتى عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. لذلك روي عن الإمام أحمد أنه في ساعات احتضاره جاءه الشيطان قال له فلت يا أحمد، فلت يا أحمد، يقول لا خلاص أنت بتدخل الجنة يا أحمد، فلت مني. وكان الإمام أحمد يردد ليس بعد ليس بعد، كان يريد أن يفتن في اللحظات الأخيرة، يعني في اللحظات الأخيرة. الشيطان يحضر أيضا عند الموت، بينك وبينه معركة، معركة عند الموت، نهاية المعركة. فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. الآن جاء نهاية المشهد، يجي الشيطان يقول الله وعدكم وعد حق ووعدتكم أنا فأخلفتكم، لكن لا تعتبون علي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، ماني بفاز عنكم ولا فايدكم ولا مدافع عنكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني. الله 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 الله، الآن جيت تتخلى عنا؟ نسأل الله عز وجل لا نكون ممن يخاطب بهم هذا الخطاب. ثم يقول إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه نهاية المعركة، هذه نهاية مشهد من المشاهد المأساوية في نهاية العلاقة بين ضال ومضل. من مشاهد نهاية المعركة قول الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذه من الآيات التي تصف لك المشهد بشكل مختصر جدا جدا جدا. الشيطان يكلم الإنسان اكفر، استجاب له وكفر، لما كفر جاء يوم القيامة قال إني بريء منك، ليش؟ قال إني أخاف الله، من هو هذا الله؟ رب العالمين، هذا اللي أنا لعبت عليك فيه كله، اللي أنت تشوفه ذا كله، الله هذا هو ربه، ولكنك استجبت لي وتركته. أيها الأحبة، ما أريد أن أقوله هو وأذكر به أننا مشغولون عنه هذا العدو، وهو مشغول بنا. وما هذه المحاضرة يعني إلا محاولة واجتهاد، ولست والله لاني بشيخ ولا طالب علم ولا حتى طويل بعلم، ولكني أطرقها من باب، ليس من باب الفقهي ولا شرعي، لا لست بكف ولست بأهل ولست من أهلها، وأسأل الله عز وجل أن أكون من أهلها أو ممن يحب أهلها على الأقل. لكني أجيبها من باب أن إذا جينا نتكلم عن علم النفس لا يجب أن نهمل مثل هذه الأشياء أبدا، هذه حق يا جماعة، لا يجب أن نهمل. إذا جينا نتكلم عن تطوير الذات لا يجب أن نهمل وجود هذه العوائق، وأنها من أكبر عوائق النجاح، ومن أكبر فيروسات العلاقات، ومن أكبر المثبطات والمحبطات، ومن أهم الأشياء ذات الأولوية التي يجب علينا أن نحن نطورها ونحسنها ونهتم بها ونزكي أنفسنا فيها ونحاول أن نتجاوزها ونتجنبها، هي علاقتنا مع الشيطان وكيف نتعامل معه وكيف نستعبر في حياتنا وكيف نتقوى بالله سبحانه وتعالى عليه. وأختم بقول الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. صلى الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحمينا وأن يملأ قلوبنا إيمان وأن يذيقنا حلاوة التقوى وحلاوة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك